السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان الكرام، نشارك معكم بعض المعلومات. شوف، يكونوا نخدموا البولاكو، أنا دائما الحاجة اللي ركز عليها الحديد، كيفاش الجودة تاع الحديد في الأول، الجودة نتاع الحديد، والأمر الثاني الخدمة نتاع الحديد، هذو هما اللي نحرص عليهم بزاف. دوكا ما رانيش مع بولاكو، راني مع البي في سي. ولو كان نقول لكم بلي انا كي نكون نخدم بي في سي نركز على الجوده نتاع الحديد اكثر من ما نركز كي نكون في بي في سي، نركز على الجوده نتاع الحديد اكثر من ما نركز عليها كي نكون نخدم في البلاكو. باسين البلاكو هاو باين، البلاكو يتخدم في لي شومبر، يتخدم في الصالو، يتخدم في لي كولوار، يتخدم ما كاين رطوبه، ما كاين ميديتي، ما كاين والو. يعني كي تكون الحديد شويه ناقص في الجوده نتاعو، يكون قالفا، يكون غير شويه ناقص، ما تهمش، هو يتغلف في الحديد، بلاكات تسبق خلاص. لكن هنايا يعني في لي صاليتار، يعني في الدوش، دوش كاين اللي يخدموا بالبلاكو، انا الخدمه تاع البلاكو في الدوش ما تقنعنيش. الخدمه نتاع الدوش يا اما اكوا بانال بالقواعد نتاعها، هنني ونهنيك، ما قريتش قام شويه غاليه، حبيت حاجه شويه رخيصه بي في سي. البلاكو في الدوش عن تجربة ما يصلحش. وفي الدوش إذا خدمت بي في سي هكذا كيما رانا مع البي في سي هنايا، إذا خدمت بي في سي وكان الحديد نتاعو الجودة نتاعو عيانة راح يرشى بي في سي يبقى والآخر يرشى الداخل. هاو عندي فيديو دوك نحطو ونوريكم كيفاش الحديد راشي بهو بلاتيش. هاوليك لي فولور صداو ورشاو والبلافون طاح، وهذا اكد لي مولاه انه عنده غير 5 سنين ولا 6، يعني ماشي مده كبيره. وزيد هذا بلافون تاع كوزينه ماشي تاع دوش، الدوش فيه لافابور اكثر من ما كاين في الكوزينه، باسكو الكوزينه تكون مفتوحه مهويه دخل وخرج، الكوزينه مهويه على الدوش هذه معروفه. ولو كان واكد لي انه ما دخلش الماء، لو كان دخل الماء هي باينه، يخلي لي طراس فوق البي في سي. وزاد هو اكد لي قال له انه ما دخلش الماء، وحتى ولو كان يدخل الماء الفرور ما ترشاش. انا عندي لي شوت راهم يطيشوا هنايا قدام الدار في لاكاس، عندهم اكثر من 5 سنين وراهم للشتاء، يعني لو كانت تكون حاجه مليحه ما ترشاش. ونفس الشيء لاتيش، لاتيش هي اللي وين رشات، ولاتيش اللي راهي تدور دوكا في المارشي حديث ولا حرج. بالنسبة للاتيش نها وليت نلقى هذا لاتيش غير هي اللي في الماركت، واللي يبيع يقول لي راهم يدو غير منها وما عرفش يشتكوا منها، تلا تشتكي منها. ثم انا حبست الخدمة بها. ها شوف، ها نص ما دارش 90 درجة كانت تقرضت. نوعية تاع لاتيش كيما هذه ما نظنش تفوت عام تكون رشات خلاص نهائيا، ولا ما كاش ما نظنش تفوت عام هذه. هكذا هنايا انا راني خادم بالحديد، شريت حديد حاجه مليحه مالغري يكون غالي بصح ماشي خساره، ولاتيش ما خدمتش بها في بون ماكش، راني خادم سيستم بواطن هاوليك الحديد فولور هادي نتاع كنوف، كنوف راهي معروفه في الحديد نتاعها ما راناش نديرو لها بيبليسيتي. راني خادم بسيستم بواطن هاوليك، وهذا بي في سي حاجة خفيفة، يعني لا داعي نديرو ريوسترام ولا خور ولا شغل غير باطا هكذا وحدة تكفي. باطا هاوليك شوفي هذا هكذا هو هذا ما يسطيش راهو باين. وهنايا رانا نفيسينا فيس كحل باش نشدو النيفو تاعنا هاو سائل، وبعد نزيدو لها فيس تاع نفسك، هذا فيس تاع نفسك ما يسطيش بصح هذا يسطي. مام بي في سي هنايا رانا نفيسوه بالنفسنك هاولي، ويا راه يفيسي به بالنفسنك هكذا. الحاجة اللي معرضة يعني باش تتسدد دايما نسيو نفيتوها ما نخدموش بها، باسكو هذا دوش وفيه لافابور بزاف، ومن ثم تبدا تشكل الرطوبة، ومن ثم يبدا يرشى الحديد، يعني نسيو نخدمو غير بالحاجة اللي مضادة للصدع، يعني الحاجة اللي ما تصديش. وهذا واش شرحنا بالنسبة للحمام دوش، يعني دوش هو اللي فيه الفوار بزاف، إذ لهذا يعني شغل كيما هول كيما هذا بلي صاليتار نقدرو ما نركزوش على الآخر.
كيما هذه يعني بالبلاكو تقدر تخدمها عادي، بلاكو تاع الهيدروفيش بلاكا من الخضراء كيما هذه ما نقدروش. وهي من البلاكا الخضراء خصيصا قال لك الرطوبه المؤقته، ولكن عن تجربه ما صلحش دوك، ما نعرف اسكو ديفو في البلاكا ولا احنا ما نعرفوش ندوشو، ما نعرفو راه المشكل. كيما هنا نقدروا نخدموا بها، ولكن مول الدار خير بي في سي. ان شاء الله هذه المعلومات تاخذوها من بعين الاعتبار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.